جود ايفنينج حبايبي. برايمري 1 احنا لسه في يونت 7 في كونكت بلس، اخدنا امبارح ليسون 1 و2 وهناخد النهارده ليسون 3 و4. سهلين جدا جدا. هناخد الفوكابولري بتاعتهم الاول. الفوكابولري كلها قديمه بس هي معتمده على الجرامر اللي اخدناه امبارح بتاع want و need. احنا اتفقنا ان want من الحاجات اللي هي مش يعني نستغنى عنها او مش من الحاجات الضرورية جدا، يعني اقدر اجيبها او ما اجيبهاش زي الشوكليت مثلا. اما نيد هي الحاجات اللي بحتاجها جدا وما ينفعش استغنى عنها زي الواتر وزي البريد. طيب يلا دول اقول عليها I want. تيدي بير برضو اقول عليه I want. واتر ما ينفعش اقول عليها I want، دي بنحتاجها جدا، يبقى I need. بيبي يجي يقول لنا يا ترى البيبي want ولا needs milk. البيبي needs ما يقدرش يستغنى عن الميلك عشان هو مش بيعرف ياكل. lion يجي برضو يقول لنا lion wants ولا needs meat. lion اكله الميت فيبقى needs اللي هي يحتاج و wants اللي هي يريد. ايه حكايه الاس اللي فيها زياده دي؟ هناخد في يونت 2 جرامر اسمه البريزنت سيمبل اللي هو المضارع البسيط. هنعرف ان في البريزنت سيمبل نيد هنحط لها اس وتبقى نيدز، وونت يبقى وونتس، ومعناها مش هيختلف يعني يحتاج او يريد. فلاور يجي يقول لنا ان ابي اللي هي النحله نيد فلاور. شوكليت اقول عليها اي وونت شوكليت. كايت برضو اي وونت. بريد لا بريد تبقى I need، دي حاجة أساسية. sheep يجي يقول لنا إن sheep needs grass. sheep بيتغذى على الجراس أو الحشائش. ab لسه بنقول إن ab needs flower. meat قلنا إن a lion needs meat. milk قلنا إن a baby needs milk. grass a sheep needs grass. الفوكابلري سهلة خالص اهي ومعظمها قديم. الجرامر بقى هو الجديد. الجرامر بتاعنا اسمه البوسيزف او الملكية، اللي هو الادجكتيف بوسيزف تمام، اللي هو ضمائر الملكية تمام، والبروناونز بتاعتهم. هناخد الادجكتيف والبروناونز الاثنين. بس الاول قبل ما نتكلم عن البوسيزف لازم اتكلم عن السبجكت بروناون اللي بناخدها من كي جي 2. السبجكت بروناونز اللي هي I وهي وشي وات ووي وذاويو. طب ايه الفرق ما بينهم؟ قلنا ان السبجكت بروناونز دي بتاعه اللي عنده عقل، الانسان العاقل. هي اصلا فايدتها اننا نشيل النيم بدل ما نقعد نكرر الاسم كتير واحط مكانه البروناون او الضمير. يعني بدل ما اقعد اقول هاني ضربني، هاني راح، هاني جه، هاني، بشيل هاني واحط مكانه هي. بدل ما اقعد اقول انا واخويا بشيل انا واخويا ونقول وي. بس ما ينفعش اجيبها غير لما يبقى السبجكت عاقل انسان. يعني اما اقول I am a teacher، انا teacher، صح ده عاقل. He is a boy، هو boy. بس لو عايزة اقول انا teacher واللي في ايدي ده البوك بتاعي ما ينفعش اقول I am a book. وقعدنا نهزر ونقول ما ينفعش اقول I am a book يبقى معناها انا book، لا طبعا. ما ينفعش اقول هاني او هي is a bag، ما ينفعش اقول هو شنطة. فوصلنا ان السبجكت بروناونز مش هتنفع مع الحاجات اللي ما عندهاش عقل اللي هي ملكي او بتاعتي. فاخدنا نوعين من ضمائر او صفات الملكية اسمهم my او mine مع I، والاثنين معناهم واحد بتاعي. يعني عايز اقول ان البوك ده بتاعي او البوك ده ملكي، الاثنين بالعربي معناهم واحد. بس اللي يفرق ايه؟ ان لو هجيب البروناون الضمير في نص الجملة، في النص، يعني بيجي بعدين حاجة بتاعتي my book my pencil my pen. طيب لو قلت ان البوك ده البوك بتاعي يبقى اسمها mine، يبقى this book is mine. تاني يبقى I خلاص ما بقتش هتنفع عندنا خالص، I دي بتاع اللي عنده عقل. عايز اقول بقى بتاعي، هنقولها بطريقة من الاثنين، يا اما اقول my في النص وبعدها الحاجة بتاعتي my book، يا اما اقول this bag is mine. نفس الكلام يو لما بكلمك انت. على فكرة احنا يو دي بنستخدمها كل يوم واحنا مش واخدين بالنا. لما بسأل حد بقول له what's your name، your اسمك انت.
تمام، ما بقولوش واتس يو، بقول يور. اوكي طيب لما اقول يور باج، يور باج، طب لما اقول لك ذيس باج از يورز، يورز بتاعتك. نفس الكلام لما اقول هي از ا بوي، بوي ده عنده عقل. طيب القلم ده بتاعه، هقول هيز بن، هيز بن. وهز من الحاجات اللطيفه جدا ان لما بتطلع بره برضو بتبقى هيز، هيز، لان لو خدنا بالنا احنا بناخد برونعون الضمير لما بيطلع بره بيبقى في الاخر بنحط له الاس. طب هي هز اصلا فيها اس فمش هنحط لها تاني. لو مشينا جنب السكول وقلنا this is our school، our our school. طيب قلنا السكول دي بتاعتنا تبقى ours، ours. اما بكلمكم انتوا اللي هناك دول واقول لهم الولدين اللي قاعدين في اخر الكلاس دول their box، their box دي كتبهم. طيب يبقى البوكس دي بتاعتهم يبقى theirs. يبقى بسرعة كده مرة كمان عشان نثبتها ان ال subject pronouns I و we و they و you خلاص ما بقتش هتنفع اني استخدمها مع اللي ما عندوش عقل واقول بتاعي. فبقى عندنا البوسز، البوسز في ملكي. لو هقول الحاجة دي بتاعتي في وسط الكلام بيجي بعدها الحاجة اللي تخصني او ملكي هقول my، my. ولو في الاخر هقول mine، my book، البوك is mine، الاثنين واحد. your bag، this bag is yours، yours بتاعتك. his bin، this bin is his. our school، this school is ours. their box، these books are theirs، theirs. طيب تمام كده، تعالوا نطبق باكزامبل اهو. اما اقول this is my hat، طيب يبقى it's mine، بتاعتي، my في النص وبعدها النون، mine في الآخر مش بيجي بعدها حاجة. this is her jacket، بتاعها، يبقى it's hers، it's hers في النص her، في الآخر hers. نخلي بالنا بقى كويس جدا، احنا متعودين ان دايما لما بكلمك انت بقولك are you، فبترد وتقولي are you تاني انت، ولا بتقولي I am، yes I am. طب لما أقولك is this your jacket، your jacket الجاكيت ده بتاعك انت، بترد وتقولي this jacket is yours، بتاعك ولا بتاعي؟ أو بتاعي بقى اسمها mine. يعني نخلي بالنا لما ببقى بكلمك انت وقول is this your jacket، هتقولي yes it's mine، mine. ولو بعديها النون يبقى هتقولي my jacket، يبقى yours هتتحول يا my وبعديها النون او mine لو جت في الاخر. مرة كمان بيركز على ان لو في النص their shoes زي are these their shoes، في الاخر هقول yes they are theirs، theirs حطنا لها الاس. طيب نعمل revision كده ونحل على need و want. بيقولي number one I space water، water حاجة اساسية يبقى I need. number two I space a kite، دي حاجة مش اساسية يبقى I want a kite. number three البريد ده أساسي يبقى I need bread. number four الدل حاجة مش ضرورية يبقى I want a doll. الفود حاجة ضروري جدا يبقى I need food. والبانتس طبعا ضروري يبقى I need pants. هنعمل match. number one meat، meat هنعملها meat match بالmeat اللي هي اللحمة. number two flower هنعمل match بالflower الوردة. number three milk، milk هنعمل ماتش بالملك اللبن. number four grass، grass اللي هي الحشائش هنعمل لها ماتش بجراس. number five bee هنعمل ماتش ببي اللي هي النحلة. rearrange كلها عن I want I need. يلا هنبدأ بI، نبدأ بيها sentence ونقول I want a doll. number two هنبدأ بI ونقول I need water. number three a lion، a lion needs meat. number four I need bread، I need bread. number five I want doll، I want doll. و number six a bee needs flower، a bee needs flower. خلصنا I want و I need for the arrange. هنعمل exercise choose اللي بيقولي are those space socks، جايب لي here she hairs. نركز مع بعض، احنا قلنا الاول ان شي ما تنفعش مع اللي ما عندوش عقل، ما ينفعش طبعا اقول شي ساكس هي شرابات دي حاجة تضحك، بس ينفع هير او هيرز. لو جاي بعديها النون بنقول هير،
her socks. لو هي في الآخر خالص يعني يقول these socks are hers. Hers. هنا هنقول her socks. Number two. Is this your scarf? بكلمك انت. Is this your scarf? قلنا your هتطلع برا. It's mine. ليه mine مش my؟ عشان مش بعدها noun. لو قلت it's my scarf. انما هنا مفيش scarf بعد البراكت القوس اللي عندنا هتبقى mine. Mine. Number three. These are space gloves. طبعا we ما تنفعش. منفعش اقول احنا gloves. Yeah, our, yeah, ours. بعدها noun. يعني هي في النص يبقى our gloves. Our. Number four. قلنا a baby needs milk. A baby needs milk. Number five. Abby needs flowers. Needs flowers. True or false. Number one. I want a doll. I want a doll. يبقى yes. Yes. Number two. A sheep needs meat. هو ده مش sheep وsheep مش needs meat. يبقى no. Number three. A baby needs flower. A bee needs a flower. Yes, yes. Number five. I want water. No, ده مش water. ده bread. والwater أصلا تاخد need. Is supply. Baby. يبقى الـ A. Doll. L. Double L. Lion. الـ O. Water. الـ E. Teddy. Double D. Burr. الـ A. و chocolate اللي هي السي زي كيك وكات وكايت الخفيفة دي اللي هي الاي وبريد الاي وشيب دبل اي وميت اي وفلاو الوا اللي هي الدبليو وفلاور معلش نشيل السبيس اللي في اخر دي زيادة فلاور مفيش سبيس تانية في الاخر هي الدبليو بس. نعمل سيركل بيقول لي I need يا ترى البيكتشر اللي قدامنا دي الـ A أيوة البريد I need bread تحتها a baby wants ولا needs milk لا needs a baby needs milk اللي بعده this is doll or a chocolate this is a chocolate آخر واحدة a lion needs flower ولا need ده أيوة meat ده كده ليسون 3 و4 من الليسونز السهلة جدا جدا وبسيطة خالص احنا بس محتاجين نراجع على الجرامر مرة كمان بتاع البوسيسيف علشان يثبت معانا قلنا لو جوه السنتنز وبعديها النون هتبقى ماي واصحابها اللي ما فيهمش اس لو هيطلع في اخر السنتنز هتبقى ماين واصحابها اللي بضيف لهم اس